انطلقت مسيرات حاشدة في مدينة تولكرم ومخيمها تنديدا بمجزرة الاحتلال بحق المدنيين في رفح الفلسطينية. جاب المشاركون في المسيرة التي انطلقت من وسط ميدان جمال عبد الناصر، جابوا شوارع المدينة ورددوا الهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال. كما تم تنظيم فعاليات في جنين ومخيمها للتنديد بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح الفلسطينية، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل.